اخر ديفايس عندنا في المنهج في يونت 1 في البريشر هو المانومتر يوتيوب مانومتر عشان هو حرف يو. ده سيمبلي بيكومبير البريشر بتاع تو جازز او تو ليكويدز. يبقى عندي مثلا جاز 1 وات ايفر نيتروجين اوكسجين اي جاز والناحيه الثانيه مفتوح للاتموسفيريك بريشر. انت عندك ميركوري في النص هتلاقي دايما في فرق بين التو ليفلز بين الليفل هنا وهنا هو هيبقى مدي لك الفرق ده 10 سنتيمتر. معنى كده ان جاز 1 بيدوس الميركوري لتحت والاتموسفير بيدوس الميركوري لتحت. انت لازم تبص على الرسمه وتفهم مين اقوى مين دايس على الميركوري اكتر. هنا جاز 1 عامل مور بريشر على الميركوري يبقى جاز 1 is actually stronger than the atmospheric pressure فتكتب جاز 1 is stronger than the atmospheric. يعني انت عندك الاتموسفير وبتزود عليه حته عشان تبقى جاز 1 stronger يبقى هعمل addition. الاتموسفيريك بريشر ده رقم دايما ثابت 76 سنتيمتر اوف ميركوري احنا عارفينه من البارامتر هو هيقول لك في الكويستشن. يبقى انت عندك الاتموسفيريك بريشر 76 جاز 1 stronger than it يعني هعمل بلس الفرق بين التو ليفلز هنا 10 سنتيمتر يبقى هعمل 76 بلس 10 يجيب لي البريشر بتاع جاز 1 86 سنتيمتر اوف ميركوري. لو الموضوع معكوس لو لقيت ان الاتموسفير دايس على الميركوري اكتر من جاز هنا جاز 2 مثلا معنى كده ان الاتموسفيريك اقوى من جاز 2 يعني جاز 2 is weaker بدل كلمه weaker هعمل minus. يبقى انا عندي الاتموسفيريك بريشر برضو 76 هعمل 76 weaker يبقى minus الفرق بين التو ليفلز من هنا لهنا 10 سنتيمتر يبقى هعمل 76 minus 10 يبقى البريشر اوف جاز 2 is 66 سنتيمتر اوف ميركوري. يبقى المانومتر is simply a device that compares the pressure between two fluids two liquids or two gases. يا اما هتعمل بلس يا اما هتعمل ماينس على حسب انت شايف ان هو عامل بريشر سترونجر او ويكر.